تعددت الروايات بشأن سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي تنظيم الدولة، لكن الرواية الرسمية لأسباب الانسحاب جاءت على لسان قائد شرطة الأنبار. نتيجة الاشتداد المعارك واستخدام العدو أساليب كثيرة، منها السيارات المفخخة وكذلك استخدام الصواريخ الموجهة وبعض الأسلحة الأخرى، استطاع من التأثير على مواقع الوحدات التي كانت متواجدة في مدينة الرمادي. قيادة عمليات الأنبار نفت الأنباء التي تحدثت عن هجوم تنظيم الدولة على قاعدة الحبانية الحصينة أو حتى اقترابه منها. ما يشاع من أخبار بأن العدو قد خرق قاعدة الحبانية ومدينة خادية، فهذا خبر غير صحيح وعاري عن الصحة. فيما يستمر منذ 3 أيام وصول قوافل عسكرية وقوافل من الحشد الشعبي إلى قاعدة الحبانية ومحيط ناحية القرمة شمال غرب بغداد، استعدادا لعملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة الرمادي.